اهلا سليمان، شو الاخبار؟ محتار اهنيك ولا عزيك؟ ايه صار شي معك؟ الحاج احمد الوزان جوز بنتك زي ما تقول سبقنا على الاخره من شويه. بس قبل ما تتنكد انا عايزك تعرف ان ربنا بيقطع من هنا ويوصل من هنا. زي ما خد من بنتك جوزها اداها هي وبنتها الجميله اليتيمه دي ثروه اعتقد انها هتصبرهم وتنسيهم الحزن اللي هم فيه. سليمان بلغت ثانيه تعزيه والف الف مبروك. سلام. يا دي الساعه بقت 5 الصبح، انا لازم امشي بقى. الوقت الحلو دايما بيمر بسرعه. مش انا قلت لك قبل كده مفيش اي حاجه في الدنيا تخليك تتضايق او تخاف؟ انا لازم اشكرك على الوقت الجميل اللي قضيناه مع بعض ده. على فكره بقى انا حاسه ان البيت بينور، بيبقى له شكل تاني خالص لما حضرتك بتيجي تزورنا. يا ريتك ما تبطلش تعمل كده. مفيش حضرتك بقى، تصبح على خير. وانت من اهل الخير، هشوفك بكره ان شاء الله. انا ما اقصدش في الشغل، انا اقصد يعني علشان عاوز ارد لك العزومه. ما انت ردتيها خلاص. هو فنجان القهوه اللي انت شربته هنا ده يبقى عزومه؟ شوف يا سيدي، انا وانت لازم نتعشى مع بعض بكره ان شاء الله، وهطبخ لك بايديا كمان. على فكره انا ست بيت شاطره جدا، ومش هنتعشى سوا، هتعشى انا وانت وابني. يا ريتك تقبل. ماشي، تصبح على خير. وانت من اهل الخير. مساء الخير يا بابا. قصدك صباح الخير. كنت فين من بدري؟ في الشغل. شغل ايه؟ انا وعمك رفقي اخر اتنين خرجنا من مجموعه. لا ما هو انا كنت بخلص شويه شغل بره كده. شغل بره؟ كنت محتاجك، وشك تعبان. اطلع ارتاح شويه وخلي بالك، هحتاجك اول يومين الجايين. حاضر، تصبح على خير. وانت من اهله. عارف يقعد. شكرا. ايه مالك؟ يعني في موضوع كده كلموني عنه في الامن تحت. ايه خير؟ يعني بيقولوا ان باسم وراشا اليومين دول داخلين خارجين مع بعض، والايام اللي فاتت كمان. يعني ايه داخلين خارجين مع بعض؟ يعني واضح انهم لما بيجوا بيجوا مع بعض، ولما بيخرجوا بيمشوا ورا بعض. واضح ان الحكايه زادت عن حدها شويه. بقالهم كتير على كده؟ والله لو حابب تعرف الفتره بالظبط انا ممكن اسالهم تحت واقول لك. لا لا مفيش داعي، الامن عمل اللي عليه، احنا كمان نعمل اللي علينا. هات لي بس العنوان الجديد بتاع الهانم من الاداره تحت. مالك يا فندم؟ هدى بنت يا اخي مش عارف مالها، زي ما يكون معمول لها عمل. تصور يا عاصم، دي تاني جوازه ليها في 3 سنين. يا اتطلقت سعادتك ولا ايه؟ فلا الله ولا فعلك يا اخي. لو ان شكلها كده على وشك انها تتطلق، مش عارف اعمل معاها ايه، اجيب لها مين يستحملها؟ استاذن انا سعادتك. استاذ رافين يا عاصم؟ سعادتك عندي 3-4 مواعيد افتكرتهم فجأة. بعد إذن معليك سعادتك. فجأة؟ حتى أنت عاصم. Thank you.
فكرة. اعملي حسابك من بكرة ان شاء الله هنروح نعيش في شقتي. انا وافقت ابيت معاكي هنا النهاردة بس لحد ما ابعت حد ينظف الشقة ويشيل اثار العزوبية. اثار العزوبية؟ ليه؟ انت كنت بتعمل ايه قبل ما نتجوز؟ ولا حاجة، ما تفهمنيش غلط، كل خير والله. واضح ان الشغل بيزيد يوم عن يوم. اعمل ايه؟ مش حضرتك اللي مكلفني ب 500 حاجه؟ وعامل ايه في الشغل؟ كله تمام عن اذنك. باسم. ايوه بابا. مفيش حاجه عايز تقولها لي عن الشغل؟ لا كله ماشي تمام الحمد لله. طب تصبح على خير. وحضرتك من اهله. الحمد لله. هسبقك عشان ارتب زي ما اتفقنا وهتأخر. لا طبعا. ولا يعني تكون فكرت تاني ورجعت في كلامك؟ لا طبعا. انت بتقولي ايه؟ خلاص انا هسبقك واوعى تتأخر. هستنيك. ظهر اني جيت في وقت مش مناسب. انت كنت نايمه؟ لا ابدا. عموما مش هاخد من وقتك كتير. تحت امرك. باسم كان بلغني انك عايزه تبيعي نصيبك في المجموعه. مظبوط. كويس. بكره ان شاء الله تبعتي المحامي بتاعك عشان نخلص كل حاجه. مبروك العتبة الجديدة. الله يبارك في حضرتك. تصبح على خير يا مدام. كده من غير ما تشرب حاجة؟ نخليها في مناسبة أحلى. احنا هنروح من بعض فين؟ باسل ايه في ايه؟ لبست ليه ورايح فين؟ لازم امشي حالا. بابا اكيد شاف عربيتي بره. لازم اتكلم معاه قبل ما يوصل على البيت. عن اذنك. باسم بتدور عليا؟ مش هطول عليك. انا مراعي الظروف اللي انت مريت بيها الفتره اللي فاتت وعزلك. شاب ومعنوياتك كانت في الارض. بس الزنا مش هو الحل. يا بابا اسمعني. ما ينفعش تغضب ربنا وتطوع الشيطان. يا ابني مليون عيله في البلد تتمنى تجوزك بنتها بدون اي شروط، يبقى ليه؟ يا بابا حضرتك فاهم غلط. خايف افهمك صح. أغضب عليك أكتر من غضبان. أنا أقول لحضرتك على كل حاجة. أنا ورشا اتجوزنا النهاردة. اتجوزنا؟
اتجوزته النهارده؟ ايوه احنا فيها. تدخل معايا دلوقتي ترمي عليها يمين الطلاق. مش هقدر يا بابا، بحبها. بتحبها دي؟ من دلوقتي كل حاجه هترجع لاصلها. هبعت لك المستشار محمد سلامه تتنازل عن رئاسه مجلس الاداره، وبيتي متحرم عليك لحد ما تطلق الست دي. باسم ابني فين يا سعد؟ انت بتقولي ايه؟ بقول لك ابني فين يا سعد؟ ابنك؟ ابني اتخطف ومفيش حد خطفه غيرك. التالي